أهلا أعزائي تلاميذ الصف الرابع، مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب. النهاردة موعدنا مع الإثارة والمتعة، منهج كونكت الصف الرابع، مقدمة البرنامج نسمي بن سعيد. يلا بينا نبدأ الحلقة. Look at the snake. انظر إلى الثعبان. What is it doing? ماذا يفعل؟ How does it feel? وبماذا يشعر؟ Why? لماذا؟ The snake is lifting its head up. الأفعى ترفع رأسها لأعلى. It probably feels scared. من المحتمل أنها تشعر بالخوف. It saw someone or something. إنها رأت شخص ما أو شيء ما. وبكده خلصت حلقتنا أعزائي تلاميذ الصف الرابع. ما تنسوش معادنا نفس الميعاد كل أسبوع، وهجيب لكم معايا غرائب وطرائف ونوادر وعجائب بوعدكم كلها جديدة، ونطير نجيبها لكم من كل أنحاء الدنيا مع منهج كونكت الصف الرابع. تحياتي نسنبين سعيد.